طيب نموذج تاني كمان مشي من الاهلي على سبيل الاعاره وبيقدم فتره هايله جدا تنبئ باذن الله تعالى مع عودته للاهلي يبقى اضافه كبيره جدا، احمد عبد القادر لاعب الاهلي المعار لسموحه وكلام مهم. كنت لسه بتفرج على موسيماني امبارح وبسمع دايما تصريحات الاهلي ولاعيبته، اخد البطوله النهارده وعايز بطوله بكره، البطوله خلصت اكسب النهارده عندي ماتش بكره، اكسب ماتش بكره عندي ماتش بعده، الاحتفال حوالي 50 ثانيه 60 ثانيه نص ساعه وبعد كده نبتدي من اول وجديد. ده مقارنه باي فريق تاني ده مش موجود غير في الاهلي. كابتن النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا ورقم واحد في يعني الاسم معروف جدا في العالم يعني، وانا بره الناس برضه كانت بتتكلم على النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي معروف جدا. فده الطبيعي للنادي يعني، ده الطبيعي ان اي بطوله تدخلها لازم يبقى في منافسه. ومعلش يعني اكتر فتره مضغوط فيها النادي الاهلي هي الفتره الحاليه اللي احنا موجودين فيها يعني، فالطبيعي ان انا لما بخلص ماتش انا مش لازم ابالغ في الاحتفال، اي نعم بحتفل بس خلاص بركز في اللي بعده على طول ان شاء الله. انا مطالب بكل بطوله بدخلها، اي بطوله بدخلها انا مطالب بيها. انا واحد متربي في النادي الاهلي من 2007 يعني، فكره الضغوطات دي انا يعني ممكن انا اكون حسيتها يعني حسيتها طول السنين دي، لان انا كل ما بدخل بطوله برضه وانا صغير مثلا او انا في سن لسه ناشئين او كده لازم اخد البطوله، فانا متعود يعني على مبدا الضغط ده انا متعود عليه شويه يعني، غير لما اكون حد جاي من بره لسه جديد مثلا ما لعبش في النادي الاهلي فالموضوع بالنسبه له بيبقى صعب شويه انه يتاقلم بدري يعني. طيب ده نموذج لاحد ابناء النادي الاهلي النابهين واللي عامل موسم هايل ولفت الانظار، مهاره فرديه وتاثير جماعي ولكن شخصيه رزينه، وانت بتسمعه بيتكلم حتى عن طموحاته بتاع عنده طموحاته الشخصيه لكن هو فاهم قيمه النادي الاهلي تماما. ايوه وحتى لما حب انا اتفرجت على يعني كان في اسئله كده بتبقى عارف انت بتبقى مفخخه شويه كان بيتجاوزها دون ان هو ما يبان ان هو يعني لا انا عايز العب علشان أأكد نفسي، لكن أنا فاهم إن أنا لما أخش النادي الأهلي حلقة منافسة شديدة جدا بس يبقى عندي الفرصة إن أنا ألعب. فنتمنى له التوفيق، نماذج مشرفة جدا.